دلوقتي احنا عملنا كريت الأوضة وعايزين نوزع فيها الإضاءة، بنعمل ايه؟ أول حاجة نبدأ نفتح الكتالوج، لومنر سيليكشن، دايركس كتالوج، دي كل الكتالوجات انت طبعا بتسطبها على الدايركس. تمام، انا مسطب فجر هالت وهنشتغل النهارده فجر هالت، هتدوس عليه. لما هتدوس على فجر هالت المفروض هيفتح لك ديت كده. طيب سيرش باي باكج. طيب اول حاجة لازم اخد بالي منها ايه؟ انا دلوقتي الأوضة نوع السقف ايه عشان بناء على ذلك اعرف اجيب لها نوع كشاف ايه. بمعنى انا بصيت هنا لقيت نوع السقف خرسانه، دي الاوضه اللي احنا هنشتغل عليها، فبالتالي لازم اجيب لها السيرفيس ماونتد. فلما اروح ادور هنا هدور على السيرفيس ماونتد اللي هي فين، اللي هي ده. تمام، واختار بقى اللي انا عايزه. انا مثلا تعال نوتو جي 2، النوتر جي 2 ممكن تلاقيه سيرفس ماونتد او ممكن تلاقيه سسبندد اللي هو متعلق، ده اللي هو زي ما بيقول لك مدلدل. تمام، انا عايز اعمل هو السيلينج على ده. طيب انا خلاص بختار الكشاف بناء عليه ماونتنج تايب، خلاص اتاكدت اللي هو ايه سيرفس ماونتد. بختار ايه تاني بناء على الكشاف؟ بختار اليومن. دلوقتي انا عندي اوضه 200 لوكس ومساحتها زي ما انتم شايفين اهي، فبالتالي انا يوم ما هجيب كشاف هجيب مثلا كشاف 2600 ليومن اللي هو له هنا مثلا. طيب ايه اليومن ده؟ كل ما اليومن بيعلى كل ما الكشاف بيطلع اضاءة اكتر. يعني مثلا لو عندي كشاف 2600 ليومن هيطلع اضاءة اقل من كشاف 3000 ليومن، فكل ما بزود اليومن كل ما الكشاف بيطلع اضاءة اكتر. طيب ايه تاني بختاره؟ انا خلاص قلت اهو ماونتنج تايب واخترت اليومن واخترت البولر كيرف. لازم شكل البولر كيرف يكون حلو كده فارش. طب ليه؟ كل ما البولر كيرف يكون فارش كل ما اليونيفورمتي بتظبط. تمام، وهتفهموا بعدين ان اليونيفورمتي ديت. فطب البولر كيرف ممكن يكون مثلا مش كده، ممكن يكون اشكال تانية زي اوريك لحظة مثلا هنا دوت. بص كده، ده تحس ان هو نازل على طول، او مثلا ده كده البولر كيرف ده متركز على حاجة واحدة فمش هيفرش في المكان قوي. فتلاقي مثلا الحاجات دي بنستعملها لما بنركز الضوء على حاجة معينة. فالبولر كيرف جدا مهم عشان هيظبط معاك اليونوت. فأنا ما ينفعش أوضة أوزعها بولر كيرف كده، اليونوت عمرها ما تظبط معاك. نرجع نجيب الكشاف بتاعنا. طيب يبقى أنا خلاص قلت الماونتنج تايب واليومن بولار كيرف. الاي بي مهم جدا، الاي بي. طيب الاي بي ده مهم ليه؟ لو انا في كوريدور لازم الاي بي يكون 21 او 20 ما يقلش يعني. طيب لو في تراس اللي هي بلكونه مثلا 40. طب لو تويليت وفي مثلا دش او حاجه 44. طب لو جراج 65. لازم نهتم بالاي بي قوي. طب خلاص انا اخترت كل حاجه كده، اخترت الماونتنج تايب اهو، اليومن اهو، الاي بي اهو، البولر كيرف اهو. ابدا اعمله اد تو بروجكت، ضافولي اهو، اكنسل فجر هال. طيب خلاص انا كده اخترت الكشاف، ابدا بقى اوزع الاضاءه. طيب ادوس كليك يمين انسرت اليومينرز. دي كل دي طرق ينفع اوزع بيها الاضاءه، بس احنا هنجرب الشائع او اللي احنا بنستعمله قصر اللي هو الفيلد ارينجمنت دلوقتي. طب هو رسم لي ده كده، المفروض ابعاد الاوضه اللي انا كنت راسمها ما فيهاش حته الشافت ديت، بس ليه هو رسمها لي كده؟ طيب لو جه مثلا وانا بوزع حط كشاف في المنطقه ديت او هو هياخد حسابات، هنشوف ده دلوقتي بعدين. فهنيجي عند طبعا انا بختار الكشاف اللي انا عايزه من هنا او مفيش غير ده الماونتنج. طيب بس الحته دي معناها ايه؟ لو سيرفيس ماونتد ده ان هو كده انا حاطه في السقف، لازقه في السقف. تمام، طيب لو انا اخترت يوزر ديفايند سسبنشن دي هايت اللي هو انا هبدا ادلدله، عايز تدلدله فلسفه قد ايه؟ مثلا هدلدله متر، نص متر، 20 سم. تمام، هو سسبندد بس طبعا انا عايزه في السقف، فسيرفيس ماونت. طيب باجي احط هنا اللوكس بتاع الاوضه. طب اللوكس بتاع الاوضه ده بجيبه منين؟ انا ستورج مثلا مخزن، فيا اما هجيبه من كود المصري يا اما كود تاني، بس بجيبه من كود ما بقلفش. فانا لما جبناه من الكود لقيناه 200، هدوس 200 اقول له سجلت اقترح لي، هيقول لي والله اوضه زي دي ب 200 لوكس تتوزع 3 في 2 لو 6 كشافات. اقول له طب وحطهم، حطهم. لقيت هنا في كشاف محطوط على الشافت اللي هو اصلا بره حدود الاوضه،
لو دوست تكه مثلا هنا هلاقي بيقول لي ايه، بيقول لي دول منورين ازرق وده رمادي، ده ليه؟ ده عايز يقول لي ان الكشاف ده اصلا رغم ان هو محطوط بس هو مش هيحسبه معاك لا في حساباتك ولا في عدد الكشافات، اكن الكشاف ده مش موجود. تمام، طالما بعيد يعني خارج ابعاد الاوضه فاكنه مش موجود. طب عايز اعمل حسابات عشان اعرف الحسابات صح ولا غلط، كالكوليشن اوك هيحسب. طب ايه اللي جابهولي ده؟ ده شكل الاوضه 3D. تمام، هبدا انا اشوف شكل الاوضه ده 3D. بصوا كده اهو، كام كشاف؟ 5 كشافات، وهو ده الشفط او مكان الشفط. تمام، طب عايز اتاكد من الحسابات هروح للاوت بروجيكتون ستوريج السنة. انا ببص في الحسابات على حاجتين، الاي افريج واليو نوت. الاي افريج انا قلت اللوكس فلو ده يكون 200، فلازم يكون 200 او بوست بنيجاتيف 10%، يعني يا يكون 200 يعني في حدود من 220 ل 180، لو 10% من 200 ل 20 يبقى من 220 ل 180. طبعا الافضل انه ما يقلش عن ال 200، يعني من 200 ل 220. تمام، اللي هي ديت على الورك بلان، واليونت تبقى اعلى من 0.5. طب تمام، طيب قلنا خلاص الاي افريج عرفنا نجيبها منين. طب ايه هي اليونت؟ اليونت دي عباره عن الاي مينيمم على الاي افريج. طيب ايه اهميه اليونت دي؟ اللي هو الاضاءه تكون متساويه المكان الى حد ما، يعني ما يكونش مكان مظلم قوي ومكان منور قوي. يعني البوينت 6 ديت او البوينت 5 العين ما بيلاحظهاش، يعني بتلاقي اماكن منوره واماكن منوره زياده عن اماكن، العين ما بيلاحظش من فوق 0.5 قوي، انما لو قلت عن كده لا بتلاحظ قوي، بتخلي الشكل وحش جدا. فعشان كده بقول لك اليونيفورمتي لازم ما تقلش عن 0.5 على الورك بلان، يعني ما ينفعش وانا بذاكر على مكتب يكون في حته مظلمه قوي وحته منوره قوي، مش طبيعي يعني. تمام، بتبقى موجودة بس بدرجة معينة بحيث العين ما بتلاحظهاش. طيب انا دلوقتي لقيت الاي افريج 246، طب لا انا مش عايز 246، عايزها 220. بعمل ايه؟ هرجع تاني واختار الفيلد ارينجمنت بتاعي اللي انا وزعتهم في الاوضة. انا عارف ان هي كانوا 5 كشافات. تمام، يعني انا اهو كانوا محطوطين 5 كشافات ولقيتها انها بيقول لي انها 250. طب انا عايز اقلل، فبالتالي هقلل عدد الكشافات، الخمسه اخليهم مثلا 4. فاجي عندي ادوس على الفيلد رينج بتاع الاوضه بوزيشن، بدل 3 في 2 اخليها مثلا 2 في 2. تمام، انا عايزها 4. اشوف لقيت ان هو بيقول لي بص الكشاف ده برضو طالع بره سنه، طب ما ادخله، انا كده كده عارف انها تبقى صح بال4 كشافات، ادخل ده سنه. كل اللي انا عملته اتاخرت الكشافات فوق سنه، ما فيهاش حاجه. وادوس كالكوليت اوك، هنشوفها في الثري دي 4 كشافات اهو. شوف بقى في الحسابات، روح على السمري 197 حلو، قريب من 200 اهو حلو، والينوت 0.6 ده كده حلو جدا كده. خلاص كده احنا ظبطنا الحسابات ووزعنا اضاءة الاوضة، بس كده مفيش حاجة تانية تعملها في الاوضة.